شهب الرباعيات تعد من مخلفات كويكب اقترب من الشمس ومن ثم ابتعد عن مساره مخلفا وراءه غازات وغبارا وصخور. تتميز الشهب بكثرة عددها، حيث يقدر عددها ب 120 شهابا في الساعة. المغردون الكويتيون تداولوا أمس خبر دخول أولى الظواهر الفلكية لعام 2017 والتي تعرف بشهب الرباعيات، حيث دخلت فعلياً لسماء الكويت يوم أمس الاثنين الموافق الثاني من شهر يناير لتستمر حتى 12 من يناير. المغردون تداولوا تغريدات احتوت على صور للشهب التي زينت سماء بعض البلدان العربية كالسعودية ومصر وفلسطين، مؤكدين تمكن جميع سكان الجزء الشمالي للكرة الأرضية من مشاهدة هذه الظاهرة بوضوح.